وخلال تصريح صحفي عقب رده على انشغالات النواب حول السياسة العامة للحكومة، أكد الوزير الأول على أن كل الإنجازات الكبيرة تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية. تم عرض كل الإنجازات التي تم إنجازها في سنة 2023، ففي المرحلة من سبتمبر 22 إلى سبتمبر 23، وهي إنجازات هامة تمت بفضل التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. هذه الإنجازات التي كما قلت سابقا للإخوة والأخوات النواب إنجازات عظيمة تمت في ظرف اقتصادي عالمي يتميز بالركود وبالتراجع وبوضع جيوستراتيجي جد مضطرب، فحمدا لله الجزائر عرفت كيف تسير سفينتها إن اقتصاديا أو ماليا أو سياسيا، ونحن ماضون في تحقيق هذه النهضة المرجوة وتنويع مصادر الاقتصاد بفعل إعادة بعث الاستثمار وفق أسس جديدة مبنية على الشفافية ومبنية على المتابعة.